ايش؟ ايه بس بحكي معها وين؟ السلام عليكم. ايش عملناه راح؟ ايه راحت جاء الكيو وراح علي صح؟ يب دخلت انت؟ ما اقدر ادخل من انا وياك مع بعض. يلا يلا بس سكتها. عندك السياس جو عمان. مشكلة محمد انا ما اعرف هذا خلينا نجرب انا ما ادري يلا يلا خلينا نجرب يمكن افلح فيه. ايش هو؟ الاوتلو اول مرة اجربه اجرب كيف سلفته. يلا بسوي كيو ها؟ يلا يلا. تعال ادخل. الله حنوياك بتلفيل لا ما هيك أكل أي واحدة مودي طبعت اليوتيوب أنا أصلا طالب أكل مودي بعد الأكل خش مع دخل فلتين غوست ريكون اللي شريناها لا يا شيخ سيبنا خلينا نلعب هذيك يا مولي لا تخلني اخلص المهمات اللي عندي فواو هنا مو توقعت انت معاك واو ليش يا اخي ما تدخل معانا يا اخي ليش احنا بدينا من الصفر وقلنا لك ادخل معانا انت اللي ما تبغى تدخل وللحين انت فيها انت فيها يا اخي قلت لك شهر واحد شهر انت شاري الجيم وردي شهر واحد بس
يلا محمد. طب لو وصلنا الاكل بارد بسوي معهم مشكله، دائما تاوش معهم عشان يوصل دجاج بارد. والله المفروض ما يجيك بارد صراحه، برضه ما في تلا، ما في تراكس يعني، ما ادري تاني نفس المابا. نعم ما عندنا نفس الليج. كويس نفكر يعطيني لك. شو بعت لي اياه على الستيم؟ خلاص خلاص اعطيه اعطيه شكلك يا اخي. خلاص خلاص اعطيتك، يلا روح. ايش فيه الحين هذا؟ ايش السالفه؟ لحول يدي يا الله. بعت لي على الستيم. كلها البوكس على 50 بس. كلها البوكس يا اخي. تسمعون الصراخ شباب؟ تسمعون الصراخ؟ what the fuck يا اخي، قسم بالله ترى نرفز يا مودي، ترى شيء نرفز. قسما بالله شيء نرفز. أنا أفجر، أنا أفجر. إيش one hand melee weapon؟ إيش ذا؟ وش؟ أنت مو حاط weapon؟ يا أخي حاط weapon one hand melee weapon، وأنا وش عندي يعني two hand؟ بس الظاهر إنه ما ينفع له. لا تموت لا تموت، هذا هي لك. هاي لعن ابوك. هذا الظاهر ما ينفع الداجرز. صب عليه خلاص. ايه اشتغل الحين شوف. من غير. هاي نبا. المفروض انه يضبط الحين. والله مات مات. يلا تعال جعان. اللاينس ضربوكم؟ انا عند اللاينس احاول اذبح احد. مودي طلبت صحن سلطة فوق نص كيلو شاورما. عادي على فكرة نص كيلو دجاج مش شيء كثير. هو عادي. وكيف تلعبوها أونلاين محمد هاي؟ ضد مين بتلعبه؟ انت بتحكيش معي هذا مهمة. صعب الاشي ولا سهل؟ الشام وينك انت بلاش؟ بلاش؟ حبيبي هذا جديد جديد الجيم ذا. شوف كم مو قاعدين نمشي مع بعض يا هشام، وينك انت؟ احنا عند الريرز قاعدين نموت. ايش
نمشي مع بعض يا بلوش. اوكي ما ادري هذا يسوي دمج كثير ولا دمج عادي، والله ما ادري. قسما بالله اول مره جرب، ما اعرف. عرض البقر ليش تموت؟ سأل علانس علي على زبي. شوف عشان مش بويزن ما اقدر اشوفهم، عرفت؟ لو بويزن كان صدته لان راح اختفى. وين ملاي؟ مين ترى جاي يضرب فيني؟ واحد ما يخليني يضربني. طب شمش معانا يا شباب. هنا هنا لا لا عندنا بلاش. جاي 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 جاي، بس انا كنت يعني ما اقدر اون كومبات طول الوقت. ذبحت لله سنوي، والله ترى مو شين بس يبغالك تتعلم عليه.
بس وين ترى احنا متأخرين وايد. نقدر نفوز. ارجع لك انا انك تلقيه. محمد ترى انا مشتت. انا ماتم. مية مشتت. ابغاك بس تفهم ها؟ انا مشتت. يا اخي هذيلة سنتين ما يفهمون انه هذا ولد صغير بيبي ما يفهم، يعملونه على انه واحد قدهم ويلعنون ابو شكله، يلعنون ابو خامسه فهم؟ لازم انا انتبه ولا يلعنون ابو شكله، ما كنا اخواته فهم؟ ما ادري ادري فاهم عليك. حل عني. مش هسه ابدا. يلا دوني يا رجال. شوف ماني عارف العب فيه زي جي يا محمد جي جي. لا مو جي جي، مو قادرين نلعب صح والله، بس كل واحد قادر يروح لحاله. مشكلة لو طلعنا الظاهر يجينا. لا تطلع مهزومين 100%. والله يا خوي كم مرة طلعنا عليهم وهم كانوا تقريبا 6000 واحنا 4 وفزنا عليهم. كم أزرايت هنا والله. اللايف جاء عندي قاعد يجلدون فيه. هذا زق، إذا كان أضرب فيه أضرب فيه أروح أموت أنا. طيب معقولة ما في بويزنز؟ معقول بويزنز ما في؟ كدني شات هنا.
يلا ليتس جو. محمد محمد يا حبيبي هذا ما يعرف شيء. هذا قاعد ما اعرف ألعب فيه صراحة. Yo, Alliance. ما اسمعك. ما عندنا اي مشكلة. طيب يعني ايش تبغين يعني؟ هذه فكرة. لا. لاني لو طفيتها بخليكم تنامون. لا حول ولا قوة الا بالله. اخي عندي اطفال زيادة احد يبغى يا شباب. امشي 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 امشي. امشي. والله صامدين يمشي معاك يا بلاش بلاش. الو وين هشام؟
اجي الاكل حكيت هذا انا مو اخوي متى اخر مره ضربك ابوك؟ والله الساعه ما صاطني بالعقال اولا قبل نص ساعه كذا. قبل نص ساعه؟ اي والله العقال؟ اي من حاش من البيت الحين. اوف اي والله حاش من البيت. شو السبب طيب وليش ضربك؟ اعلمك. وش جايب اربع ضعيف؟ اربع ضعيف؟ اي صار. انت تدرس مدرسه؟ اي ايوه. سقطت والرجال ما رد اغني. ايوه والله اني استاهل والله. استاهل مهمل. طيب واذا عاد فيك الوقت بتشتت في الدراسه؟ انا من الضرب لليوم أيه؟ خلاص ان شاء الله اني دكتور. دكتور مره بجتهد مره لعاد مره. مبروك. طيب الله يبارك فيك. مبروك على وش؟ على كل شيء. على الدكتوره. الله يبارك فيك وياك يا بدر وان شاء الله اني اعالجك عندي.